استوى ضج ولج وانفعال. إذن مشاهدينا الكرام نلتقي بكم من جديد في ختام هذه الانطلاقات الصباحية وختام الثلاثة كيلومترات. ينطلق الشوط على البركة لتسير معه كل الأمال والطموحات الأخيرة في هذا الصباح الجميل للأخوة الملاك والمضمرين. شوط خاص بالأبكار الحجايج، ثلاثة كيلومترات هي المسافة وخط النهاية أكيد بلا شك الفيصل للواصلين إلى البداية. الجميع هنا يتابع الاندفاع ويتابع هذه الانطلاق والمركز الأول من يبدأ ويستفتح الناموس الشاهينية. غدير بن حميد الراشدي هي مشاهدينا الكرام من تأتي على قمة هذا الشوط وهرم الختام، بينما المركز الثاني اللي احتلت المركز الثاني في هذه اللحظة شعلة سلطان بن عبيد الكعبي يتواجد في المركز، أو سلطان بن عبيد الكعبي بالفعل ياتي بالمركز. سلطان بن سعيد الكتبي ياتي بالمركز الثاني. ننتقل مشاهدينا الكرام الى المركز الثالث اللي وصلت الياسية وتعود ملكية العيلان بمخيت بن كراز السبوسي في المركز الثالث. اما المركز الرابع في هذه اللحظات هناك وجود اسم جديد وشعار هنا مهمة لناصر بن مبارك يتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس ياتي مشاهدينا الاعزاء شعار مبارك بن عبد الواحد بالخزاع العامري اللي سجل نقطتين في هذا الصباح هنا مع هذه اللحظات ووصول اللي وصلت الان واحتلت هذا الموقع. الكل مشاهدينا الاعزاء يبقى الناموس وتحدياتي هنا مهرجان اعتزال اعمار قاهرة الكبار في كل مضمار. ننتقل الى المركز الخامس. المركز الخامس غيارة لعلي الحاج السوداني يحتل المركز الخامس. المركز السادس شعار بالكوس يتواجد مع الظبي احمد بن مطر بالكوس. والمركز السادس هنا المركز السابع شعار بن قنزول محمد بن مسلم بن قنزول العامري. والمركز الثامن راشد بن خميس العمري يتواجد مع حبيبة تحتل المركز الثامن. نعود مشاهدين الأعزاء إلى مقدمة الشوط، نعود من جديد إلى المركز الأول وهناك أكيد بلا شك قمة مهمة انتزاع المركز الأول والناموس لناصر بن مبارك هي من تحتل المركز الأول مشاهدينا الأعزاء. إذا ناصر بن مبارك هو من يتواجد على مقدمة هذا الشوط والأداء أكيد الأول، لكن الشاهينية الدحبة بن قنزول بن حمرور العامري في المركز الثاني. المركز الثالث هناك غدير بن حميد الراشدي يتواجد والشاهينية متواجدة مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع عيلان بن مخيت بن كراز السبوسي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هناك تواجد وأسماء جديدة يا سلوب يا سلام يا سلام بالفعل اللي غيرت الآن أمواج خليفة علي بن خليفة بن رشيد السويدي. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط حيث الناموس وحيث الاندفاعات الأخيرة مشاهدينا الأعزاء. ختام الانطلاقة الصباحية 600 متر الأخيرة يلا يا بن قنزول الله الدحبة بن قنزول بن حمرور العامري في صدارة الشوط. وأكيد الشاهينية لها دور في المنافسة، لكن هناك مهمة في المركز الثاني. ناصر بن مبارك يتواجد على المركز الثاني، ناصر بن مبارك في المركز الثاني، ولكن الدحبة بن قنزول بن حمرور العامري خلاص ينتزع صدارة الشوط، لكن الشاهينية واصلة، لكن المتواجدة في هذه اللحظات الله اللي غيرت واحتلت المركز الثاني. ذهيب ناصر بن شافي القحطاني، ناصر بن شافي القحطاني مشاهدينا الكرام غيرت النتيجة، غيرت النتيجة، يا سلام الذهيب الذهيب الذهيبة هنا مشاهدينا الأعزاء أكيد وزن الذهيبة من ذهب في ختام هذا المساء. وبالفعل الذهيبة تذهب بناموس هذا الشوط إلى ناصر بن شافي القحطاني، ناصر بن شافي القحطاني والذهيبة. هنا تهانينا والناموس على الختام مشاهدينا الكرام مع اندفاعة الذهيبة إلى خط النهاية. المركز الثاني الدحبة بن قنزول العامر ياتي بالمركز الثاني. المركز الثالث ناصر بن مبارك. المركز الرابع علي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الخامس غدير بن حميد الراشدي. والمركز السادس حتى المركز العاشر هناك لجنة أكيد بلا شك مختصة في تحديد المواقع والمراكز.
نعود بالتوقيت الزمني من جديد في هذه الختام وفي شوط الختام بلا شك، واكيد هنا الذهيبه في لحظات الختام لناصر بن شافي القحطاني، هي من تختم سباق هذا الصباح لأربع دقائق 34 ثانية وستة من الأجزاء من الثواني. كانت هنا الذهبة في الختام مجاهدينا الأعزاء.